بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم ووالاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ومن يقرض الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا يضاعفه له سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. القرض، وما أدراك ما القرض؟ قيل إن الصدقة بعشر حسنات، والقرض بثمانية عشر حسنة أكثر، لأن في القرض إعانة لمحتاج محرج أو لزمه قضية قد يذهب إلى السجن، وفيه طأطأة طبعا الرؤوس من هذا المحتاج المسكين، ويريق ماء وجهه إليك. لعل من هذه الأمور كلها جعل الله سبحانه وتعالى القرض أأجر وأعظم من الحسنة. قد يتقرب الإنسان بحسنة إلى إنسان غير مستحق، ولكن هذا القرض في الغالب يكون إنسان محتاج. إنما الإشكالية التي حدثت في مجتمعنا الآن إن المقترض إذا اقترض ما أراد، إذا رأى من أقرضه في مكان غاور عنه ذهب عنه بعيداً يجتنب حتى السلام عليه، وإذا اتصل به لا يرد، وإذا راسله لا يرد. وكان ينبغي عليك أيها الأخ المقترض أن تتلطف بمن أقرضك، أن ترد عليه بكلمة طيبة: أخي العزيز، أنا مخجل منك، أرجو أن تسامحني، لم يتيسر الأمر، إن شاء الله سيأتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على رد ما أخذته منك. ولكن كل هذا لا يحصل من المقترض إلا النادر القليل الذين يستمسكون بالعروة الوثقى من هذا الدين. أما البعض، نسأل الله العافية، سنة وسنتين وسنين والرجل ينتظر ماله حتى يصل الحال إلى الشكوى. أما في التوفيق والمصالحة، وأما عند القضاء عند القاضي، ما الداعي لهذا؟ أنا بنفسي أيها الإخوة قرضت إنسانا ونسيت، وأعاد إلي ما أخذه بعد 21 سنة، ومثلها كثير. أكثر الإخوة يخبرونني بهذا الأمر. أيها المقترض، أيها الأخ، إذا كنت عاجزا قل كلمة طيبة لمن أقرضك، اعتذر منه، استسمح منه. وأنت أيها القارض انظر في هذا الحال، كما إني أحذرك أنك لا تقرض إنسان إلا بعد أن تسأل عنه، لأن نحن تأخذنا العاطفة. أول مرة يتصل بإنسان أو يعرفني إنسان بعد يوم يومين يقول أنا محتاج إلى مبلغ، وربما رأيته في لحية، ربما رأيته مقصر ثيابه، دون أن تسأل عنه. هؤلاء ديدنهم ذلك يحسنون هذه الهيئة حتى يقضوا مآربهم. فكونوا على حذر أيها المقرضون من أموالكم لمثل هؤلاء. أيها المقترض، استغفر الله وتوب إلى الله، وإياك أن تأخذ، إياك أن تأخذ درهما واحدا أو فلسا واحدا أو بيسة واحدة إلا بحقها. فإن المال فيه سؤالين، الإنسان يسأل عن كل شيء سؤالا واحدا، عن عمره، عن شبابه، عن علمه، إلا المال، من أين أتيت به وإلى أين وضعته. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بارك الله فيكم، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.